هل ينسجم هذا الموقف مع العقيدة الدينية التي نحملها والتي يعكسها القرآن الكريم في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ هذا مثل واحد عنده معمل يجي أو عنده شركة يحدد أصغر شيء في هذه الشركة، نظام العمل، بداية العمل، نهاية العمل، الراتب، التقاعد، كل شيء يحدده، القضايا المرضية، ولكن نظام الإدارة في هذه الشركة ما يحدده، يقول أنا ما علي. هذا نظام كامل؟ هذا اليوم أكملت لكم دينكم؟ أهم قضية في كل مجتمع قضية القيادة وقضية الإمامة. هذا أي دين كامل هو الذي لا يحدد نظام الإمامة ونظام القيادة؟